فعلا نحن نعتقد أن المرسوم بإعفاء مجموعة من القضاة هو مجزرة اليوم للقضاء، هي محاولة ترهيب ومعناها تخويف معناها السادة القضاء، وجعل من القضاء جهاز تنفيذي لتعليمات معناها السيد رئيس الدولة. نحن مع أصلاح القضاء وهذا النادي به ونظلنا من أجله منذ عقود، وقلنا حتى الإرادة السياسية في العشرية الفارطة ما كانتش موجودة اليوم لإصلاح القضاء، ولكن إصلاح القضاء في الأطر الدستورية، إصلاح القضاء في الأطر القانونية، إصلاح القضاء طبق المعايير الدولية، إصلاح القضاء معناه بدون المس من الضمانات القانونية للسادة القضاة. اليوم قاضي يتم حالته على لجنة التأديب، من حقه أنه يدافع على نفسه، وكان ثبت في حقه أي مخالفة يأخذ العقاب نتاعه، وأنا كأي مواطن عنده حق في الطعن وعنده الحق في الدفاع. ولكن اليوم يصدر مرسوم بالإعفاء ومرسوم غير قابل للطعن اليوم مع تسمية الناس وذكر في مجلس معناه وزاري شنية الهم التي يمكن معناه نسبتها للأشخاص هذه. أنا رأى هذه داخل في عملية معنى تصفية حسابات، هذه داخل في عملية ممنهجة لجعل من القضاء سلطة معنى موالية، سلطة تنفيذية لقرار رئيس الدولة، لأنه نعرف نحن ناس بالأسماء متحملين مسؤوليات داخل السلطة القضائية تم أعفائهم يوم أمس، هم الناس هذوما تم التكيل بهم وعفائهم لأنهم رفضوا تطبيق تعليمات رئيس الدولة وتعليمات وزيرة العدل. وأنا نتمنى الناس هذوما يرفعوا على أنفسهم واجب التحفظ، يخرجوا للرأي العام ويعطونا الأسباب الحقيقية اللي خلى رئيس الدولة يعفيهم. فما مجموعة أكيد عندها شبهات وهي محل بحث تحقيق في من القضاء، وفما مجموعة حتى قاضية موجودة في السجن اليوم تم عفاها، هي موجودة في السجن وتم رفع الحصان عليها، ولكن فما مجموعة تاع الشرفاء تاع ناس صمدوا أمام تطبيق تعليمات رئيس الدولة. اليوم الرسالة يحب يوجهها هي قضاة اللي ما يطبقش تعليماتي من هنا فصاعدا مآله سيكون الإعفاء والعزل بدون إمكانية للطعن في هذا قرار رئيس الدولة. بالتالي أنا نعتقد اليوم لابد تكون هناك هبة اليوم مواطنية، هبة معناها الشعبية اليوم ضد هذا العبث الذي تحول إلى جنون مدمر ومخرب للدولة التونسية. نحن المسار كله رو مسار غير دستوري، مسار غير قانوني، مسار معناها ما يمثلش أولويات التونس، مسار انفرادي اليوم، مسار يكرس لمشروع هلامي يرغب رئيس الدولة أنه هو معناه يطبقه، وبالتالي ما نجموش نقبلوه. نحن رفضنا الاستفتاء ونرفض الانتخابات ونرفض هذا الدستور الجديد ونرفض الجمهورية الجديدة ونرفض كل هاللجان الحوار اللي قاعد معناه رئيس الدولة معناه يحب يعملها ويحب يفرضها على الشعب. التونس ملاكة مش مكرية، وكل تونسي عنده الحق معناه يعطي كلمته، يعطي رأيه، يعطي موقفه، يعطي مقترحه في إصلاح بلاده. بلادنا في حاجة بالإصلاح على جميع المستويات، ولكن الإصلاح يكون بطريقة تشاركية، بطريقة ديمقراطية تضمن معناه الحرية في التعبير، تضمن الحقوق والحريات، وتضمن أنه معناه أي خارج طريق يكون عليها توافق واسع ودعم واسع حتى نضمن لها النجاح. ولكن هذا التمشي الفردي وهذا الانفراد بالسلطة وهذه الفلسفة الغريبة اليوم لا يمكن قبولها، ذلك علاش قررنا التصدي لها، وهي مجموعة اليوم من 5 أحزاب تقدمية اجتماعية فاتحة يديها لانضمام أحزاب أخرى تتقاسمها لنفس التوجه ونفس المبادئ وشخصيات وطنية ومجتمع مدني، لأنه الأمر مهمش الأحزاب فقط، هو ذا هم التوانسة.